العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله الذي أرسل برسالة الهدى والحق إلى الناس أجمعين. سعادة المحافظ محافظة الرس الأستاذ خالد منصور العساف، سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم الدكتور صلاح الخراز، أصحاب السعادة، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جعل هذا البلد ملاذا وأملا وقيض له من أبنائه من ينهلون مناهل العلم ويساهمون مساهمة فعالة في الارتقاء بهذا الوطن إلى أقصى ما يطمح إليه إنسان هذا الأرض. كم نحن سعداء وأنتم تشرفوننا اليوم، ونحن ندشن مشروعا من أهم المشاريع الحديثة التي تساهم مساهمة كبيرة وفعالة في دفع الخدمات الصحية إلى الأمام. الطب الاتصالي، وما أدراك ما الطب الاتصالي، ولا نود الخوض كثيرا في هذا الموضوع، لكن دعونا نبدأ بتلاوة آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها الموظف عبد الله بن سليمان الشتو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صرح في عاصمة الوطن يفخر به كل مواطن على أرض هذا الوطن، إنه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الذي قدم يدا ممدودة للمساهمة في تطوير القطاعات الصحية في كافة مناطق المملكة. وللطب الاتصالي إن صح التعبير فرسان ثلاثة، هم الدكتور فهد العريفي والدكتور طارق العايد والدكتور سليمان غزلان، نجزل لهم الشكر مقرونا بالدعوات الصادقة من كل المواطنين في محافظة الرس لإنجاز هذا المشروع الحيوي الهام. الآن الكلمة للدكتور طارق محمد العايد، وهي نبذة عن الطب الاتصالي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة محافظ الرأس الأستاذ خالد منصور العساف، سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم الدكتور صلاح الخراز، سعادة الدكتور محمد الرفيع، سعادة الأخوة الزملاء في مدينة الرياض في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور فهد العريفي، والأخوة الزملاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذا الصباح في تدشين خدمات الطب الاتصالي أرحب بكم في هذا اليوم الجميل، شاكرا الله سبحانه وتعالى، ثم شاكرا من كان له العون في تدشين الطب الاتصالي. في البداية أشكر سعادة المحاضر الرس على حضوره وإصراره ومتابعته على بدء برنامج الطب الاتصالي، كذلك الشكر موصول إدارة الشؤون الصحية بمنطقة القصيم على رأسهم الدكتور صلاح الخراج، وكذلك إلى شؤون التعاون المشترك في مستشفى الملك فيصل تخصصي على رأسهم الدكتور فهد العريفي ومساعديه في جميع المستشفى أستاذ خالد الجودي وأستاذ محمد الزبير على هذا الجهد المشكور، فهو في الحقيقة جهدهم وليس جهدي، فهم الذين أمدوا يد المساعدة لنا وهم الذين أتاحوا لنا سبل الاتصال. بدء سأقدم مقدمة بسيطة على الطب الاتصالي. سأبدأ في خدمات التعاون الصحي في مستشفى الملك فيصل تخصصي. يقوم برنامج خدمات التعاون الصحي بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة المرجعية والمشاركة في البرنامج بتقديم الرعاية الطبية التخصصية لكافة مواطني المملكة. من أهدافه كذلك تحسين الممارسة السريرية والارتقاء بالتعليم والتدريب وتحديد معايير العلاج لبعض الأمراض المستعصية. كذلك من أهدافه متابعة مرضى المستشفى في مناطقهم لتجنبهم عناء السفر وتقليل المصروفات العلاجية. ماذا عن الطب الاتصالي؟ الطب الاتصالي هو جزء من خدمات التعاون المشترك بين مستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفيات وزارة الصحة. تم إنشاؤه في عام 1414 بأمر الملكي الكريم، وذلك بالتعاون مع بعض الجامعات الأمريكية. بعد هذا النجاح تم التعامل مع مستشفيات وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية. في عام 1426 منظمة الصحة العالمية اختارت الطب الاتصالي في مستشفى الملك فيصل ليكون المركز الرئيسي في الشرق الأوسط. ما هي أهداف خدمات الطب الاتصالي؟ هي تطوير الرعاية الصحية للمرضى، تعزيز جودة الممارسة الكلينيكية والتدريب، الرأي الطبي الثاني على مستوى عالمي، وخاصة في بعض الأحيان لا يمكن نقل المريض إلى مستشفى متخصص، حيث أنه يتم مناقشة حالة المريض، وفي النهاية تعود المنفعة للمريض نفسه، حيث أن الطبيب المعالج هنا يتواصل مع أحد المستشفيات التخصصية وتتم معالجة مناقشة الحالة، حيث ترجع الفائدة على المريض أولاً وعلى الطبيب المحول ثانياً. فهي فائدة نرجو من الجميع يعني استخدامها، نرجو من الجميع استخدام هذه التقنية العالية. فهي في الأول والأخير هي ستنفع المنطقة عامة وستنفع المرضى بصفة خاصة. كذلك استشارات والدعم الفني والإداري لمستشفيات المناطق عن بعد، حيث بالإمكان استخدام هذا لمناقشة أمور إدارية أو أمور تطويرية، بحيث تجنب عناء السفر والمشقة ممكن الاجتماع مع مستشفى الملك فيصل التخصصي في أي قسم من الأقسام، إما الأقسام الكلينيكية أو الأقسام الإدارية، بحيث يتم مناقشة الدعم، المساندة، تطوير الكوادر الطبية والفنية، جميعها ممكن الاستفادة فيها عن طريق هذا النظام. تم كذلك الشؤون التعليمية والأكاديمية، تم اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الطبية للندوات التي تعقد عن طريق الطب الاتصالي، خاصة